يمكن النهارده المعلومه عندي من حوالي 10 ايام ان خلاص الاهلي خلص مشروع العلمين والتصور بتاع العلمين. مفاجاه الخطيب التاريخيه اللي انا بنفرد بيها، سيبك من موافقه الارض، سيبك من الكلام ده، اقول لك وانفرد معاك ايه هي مفاجاه الخطيب التاريخيه، ان الخطيب سيدخل التاريخ ضمن كل اللي دخلوا التاريخ في الحاجات كلها اللي عملها دي. بقى القشطايه الكبيره بقى، ناس بتشحت والخطيب في حته تانيه. استثمارات الاهلي في فرع العلمين اللي هتبدأ تظهر خلال الأربع سنين القادمة مبدئيا 2 مليار جنيه. أقول لك تاني، أهو انفراد أهو، من الدراسة ومن قلب الدراسة، 2 مليار جنيه استثمارات جديدة للأهلي في مدينة العلمين. ودي على فكرة قبل ما تشكر الدولة لازم تشكر الخطيب. أقول لك ليه؟ عشان الكلام ده ما فيش حد هيقوله لك في مصر غير أنا. الخطيب قاعد مع مستشاري في مجال الاستثمار العقاري، والأهلي الدولة كانت مدياله، أو الأهلي كان واخد في العلمين، بص، قطعة بمساحة 43 فدان بمدينة العلمين الجديدة، واخد بالك أنت؟ وبعد كده بيخلص في الموافقات، بدأ يظهر معالم للعلمين. انا بقول لك كلام مفيش حد في الدنيا يعرفه، تظهر معالم في العلمين والكباري والطرق الجديده اللي اتعملت، فميزت قطع عن قطع. الاهلي كان حاطط عينه على حته، وبعد الكباري ما اتعملت والدنيا بدات معالمها تظهر، بعد الابراج اللي اتعملت بدا يظهر اماكن مميزه واماكن غير مميزه، لكن كلها اماكن كويسه. فمن ضمن الأماكن المميزة منطقة السي فور. فالخطيب في أحد زياراته للمهندس محمد فرج عامر اتكلم معاه إنه خلاص الأهلي على وشك يحدد فرع ليه في العالمين. كان وقتها فرج عامر رئيس نادي سموحة، وأنتوا عارفين علاقتي بالمهندس فرج، يعني أنا بكلمك على أسرار وانتوا عارفين لما بقول معلومة. فالمهندس فرج عامر قال له والله انا جبت 43 فدان لسموحة في السي ار، لان السي ار فيها 3 مميزات: قريبة من الطريق، الكوبري الجديد اللي هيتعمل هيخدمها بشكل كبير جدا، قريبة من البحر. حصل اتصالات ما بين الاهلي والمسؤولين في المجتمعات العمرانيه والمسؤولين عن الموضوع ده. جت الانتخابات، المهندس محمد فرج عامر لم يوفق، فقعد مع الكابتن محمود الخطيب قال له المشروع اللي انا كنت عامله سموحه الكبير، ايه رايك ما تسيبك من الارض اللي انتوا بتتكلموا عليها ونغير ارض سموحه نخليها الاهلي ونعيد التخصيص ونعمل المشروع مع بعضينا، يعني بصفة ان انا اهلاوي مش مع بعضينا كبزنس، يعني نعمل المشروع مع بعضينا بكوني اهلاوي وانا شايف ان الاهلي هيكسر الدنيا في الموضوع ده ونقدر نعمله باستثمارات كبيرة جدا. وفي سرية تامة اتقدمت الاوراق واللازم منه والكلام ده كله، وفي 30/10 صدر القرار اللي حضراتكم انتشر النهارده، وانا سعيد انه انتشر النهارده في هذا التوقيت لانه هيقتل شياطين كتير. وخلي بالك ورساله
انت فين والخطيب فين لأي حد، انت فين والأهل فين لأي حد. بص اهو السيد المهندس رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، تحية طيبة، وبعد بالإشارة إلى المذكرة المعروضة على مجلس إدارة الهيئة بشأن الطلب المقدم من النادي الأهلي للرياضة البدنية بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 43 فدان والمتعامل عليها مع نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بمدينة العلمين الجديدة، يرجى التكرم بالإحاطة بأنه بعد العرض والدراسة على مجلس إدارة الهيئة بجلسة رقم 172 بتاريخ 29/9/2022 قرر المجلس الموافقة على الآتي: أولا إلغاء تخصيص قطعة الأرض بمساحة 43 فدان على طريق السي آر بمدينة العلمين الجديدة والسابق تخصيصها لصالح نادي سموحة الرياضي مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقواعد المقررة بذات الشأن. ثانيا تخصيص قطعة الأرض ذاتها اللي بمساحة 43 فدان على طريق السي آر بمدينة العلمين الجديدة لصالح النادي الأهلي بذات الشروط والضوابط المالية الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 بتاريخ 12/10/2020 واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقواعد المقررة بذات الشأن. ثالثا إعطاء نادي سموحة الرياضي، إعفاء نادي سموحة الرياضي من تطبيق الفقرة السادسة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 بتاريخ 12/10/2020 في ضوء عدم طرح القطع وفقا لآليات الموقع الإلكتروني والتوقيعات. هو فرض عمل سعد الأهلي في إيه؟ مجلس الإدارة الجديد جاي، الأخ عرفات ده مش عارف أي حاجة، فسايب موضوع العالمين كأنه طاره وطار عيلته، فقال لك اللي عايزه فرج عامل أنا مش عايزه، فدمر مليارات على نادي سموحة وما عملش أي خطوة، فالأرض هتتسحب في الوقت اللي الأهلي عايز فيه أرض في العالمين. فقبل ما تتسحب الأرض يا جماعة ما تدونا أرض سموحة، وخلص القرار والموضوع طلع بسرية تامة. وانا عارف الكلام ده من شهر اغسطس اللي فات، بس في معلومات لما تتقال تضر بالمصلحه، واحنا علاقتنا بالناس محترمه وما بنقولش الحاجات الا في التوقيت المناسب. الاهلي هيخلص قرار التخصيص وهيبدا في التراخيص. 2 مليار جنيه مبدئيا الاستثمارات المطروحه في مشروع العالمين وال 43 فدان. طبعا مش عايز اقول لك في عندك على الاقل من نص مليار لمليار جنيه عضويات. طب انا هجي اقابل 2 مليار الاستثمارات وقصص كبيره جدا برضه مش هتكلم فيها دلوقتي. انا يستحق انك انت تقول تعظيم سلام لمحمود الخطيب؟ طبعا تقول. ما ينفعك تقول تعظيم سلام لواحد محب للأهلي زي فرج عامر؟ طبعا لازم تقول. وقبل ده كله شكرا للدولة. الأهلي جاهز على فكرة، أقول لك على معلومة، خلال أيام هيكون كله خلصان والأهلي دفع الجزء الأول. وحد حاقد يقول لي طب ما هي الدولة عملت إيه؟ أرض سموحة خدها الأهلي. لا، الدولة عملت الآتي إكراما للأهلي وباتصالات الكابتن محمود الخطيب، خدت الأرض بذات القيمة المالية اللي واخدها سموحة من أول التخصيص. يا أنت جبت المعلومة دي منين؟ أقول لك حضرتك لو بتفهم في الأرض روح العالمين، هتلاقي الأرض مخصصة لسموحة من سنة كام؟ تمنها النهاردة زاد 5 أضعاف عن اليوم اللي تخصص فيه لسموحة. الأهلي خد الأرض بنفس التخصيص اللي تم لسموحة من 5 سنين، ما زادش جنيه. النهارده الارض قيمتها 5 اضعاف، لان سموحه لما خد كان نص العالمين 3/4 صحر. شوف النهارده، روح شوف العالمين. انا مره اتعرض عليا حد شقه في العالمين في برج بيقول لي المتر ب 45,000، قلت له يا راجل عيب عليكم بتتصل بيا،
المتر ب 45,000 وبتتصل بيه. قال لي انت برج فندق. قلت له يا راجل عيب عليك، بتتصل بيا انا، انا اخد متر ب 45,000؟ يا راجل عيب عليك يا راجل. شركه. فقعد يضحك معايا المندوب بتاع الشركه، قال لي والله يا كابتن عبد الناصر انت دمك خفيف. قلت له يا راجل عيب، مين اداك تليفوني اصلا؟ وقعدنا نضحك ومش عارف ايه والكلام ده كله. عارف بسأل حد صديقي بقول له البرج الابراج الفلانيه دي كان معروض عليا شقه ب 45,000 المتر، قال لي النهارده ب 125,000 المتر، وانا كان معروض عليا من سنتين مش من خمسه. ده مثال بس. ده دي تسهيلات بتقدمها الدوله لكل ناجح، وتقدمها الدوله لكل حد بيفكر بره الصندوق. وبرضه عشان تبقى عارف، لما راح الاستاذ مرتضى منصور للوزير وبيتكلم على فلوس، قال له ما عنديش فلوس لكن ممكن اساعدك. النهارده الوزير اعلن ان الدوله ووزاره الشباب والرياضه ساعدت الزمالك او بتساعد الزمالك في الحصول على 70 مليون جنيه قرض عشان يعدي من عسرته ويسدد التزاماته. فالدوله ما بتسيبش حد، لكن الدوله مش لجنه حكام، ولا الدوله اتحاد كوره، ولا الدولة لجنة شؤون لاعبين، ولا الدولة حكم بيصفر وبيلعب كورة. هذا الفكر اللي دخله في دماغك المتعصبين والمرتزقة الغرض منه التخريب. لكن النهاردة كلمني الدولة عملت ايه؟ استثمرت في ايه؟ وانا قلت لك سر بكرره لك تاني، لان المعلومة دي انا صاحب اللي انفرد فيها، لان انا راجل معلومات مش راجل همجي ولا بتاع يوتيوبر ولا الكلام الفارغ. انا راجل معلومات. الرئيس وكان الدكتور اشرف والفريق كامل وبص على الفريق كامل، انا بقول لك معلومات دقيقه يا كامل. الاهلي والزمالك امن قومي، لن اسمح بهد او هدم الناديين. وانا قلت لك على مسؤوليتي هذا الكلام. طب الدولة تساعد فين؟ تساعد اللي يفكر، تساعد اللي يشوف مصلحته فين، اللي بيفكر بره الصندوق. يعني انت عايز تساوي الخطيب والاهلي باي نادي في العالم العربي؟ ده الاهلي عنده يطلع 500 مستشار بيفكر مع مجلس الاداره. الاهلي حاجه تانيه اللي ما كنتش تفتخر بيها كمصري. ايا كان انتمائك يبقى انت ما تعرفت حاجه عن الوطنيه. كلنا بنحلم باهلي عظيم وزمالك عظيم واسماعيلي عظيم واتحاد عظيم ومصري عظيم وغزل كل الانديه الشعبيه والجماهيريه. لكن مين اللي بيفكر بره الصندوق؟ انت لو قعدت مع كامل ابو علي يقول لك امنيه حياتي ان انا اعمل جزء من اللي بيعمله الاهلي في الاستثمار في البيزنس. اللي بيفهم بياخد الاهلي قدوه مش يحارب الاهلي. الاهلي ما حطش ايده في جيب حد، ولا الخطيب هنحد. الاهلي بيفكر في حاله وفي ماله وفي مصالحه. لكن يجي واحد تافه عايش لك بره، ولا واحد متعصب يقعد يقول لك زملكة الدولة، يخسر الزمالك السوبر، أهلوية الدولة. لا، دي مؤسسات ودي بلد مؤسسات، ومهم جدا الكلام ده في التوقيت ده. كفاية بقى فكروا، فكروا وشوفوا يا جماعة صالح البلد فين في كرة القدم والرياضة، في كرة القدم والرياضة.